كرم جمع من الشباب المثقف العراقي في محافظة أربيل مجموعة من الشخصيات الكردية والعربية والمنظمات الإنسانية على قاعة كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين. على رأس المكرمين كان المشروع العربي ورئاسة إقليم كردستان. إذا تقريرنا التالي عن هذا الموضوع. وفاء لكم كان عنواناً اتخذه مجموعة من الشباب المثقف لتقديم شكر وامتنان لبعض الشخصيات الحكومية والمدنية على جهودهم تجاه النازحين والمتضررين من الحرب ضد داعش. تقوم مجموعة من المثقفين والإعلاميين والصحفيين النازحين في كردستان بإقامة هذا المهرجان وفاء لكل من قدم للنازحين، سواء كان في مدن أربيل وشقلاوة وسليماني أو في مخيمات النازحين لكل محافظات التي نزحت على أثر الأعمال الحربية القائمة في محافظاتهم. المشروع العربي كان على رأس القائمة ليكرم منظمو الحفل مكاتب المشروع قاطبة، وعلى رأسهم الشيخ خميس الخنجر جنبا إلى جنب مع قيادات وشخصيات كردية، على رأسهم رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني. شهادة نعتز بها من مثقفي العراق، وهم يكرمون مجموعة من المنظمات العاملة في مجال يعني العمل الإنساني والخيري طيلة السنوات الماضية مع النازحين. شاركنا لتنظيم الحفل وشكرا لتقديم الدرع. نحن ككرد منذ زمن تنمو بيننا الإنسانية وروح التعاون والشراكة، والقيادة السياسية وعلى رأسهم السيد مسعود البرزاني مهتم كثيرا بشؤون النازحين. قيادي سياسي كردي وبالذات زنابي سلوك مسعود بازاني. كما كرم عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين والمتطوعين ليكون عربون محبة وامتنان من قبل الشباب المثقف بدعوة للمزيد من الجهد تجاه النازحين والمتضررين. هذه خطوة طبعا جيدة من قبل الشباب، يعني تعطينا أمل بأنه الشباب اللي هم الشريحة المعول عليها في المرحلة القادمة لم تنطفئ جذوتهم خلال السنوات العجاف التي مرت. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفاء لكم مجموعة من الشباب المثقف العراقي قدم دروعا هي شكر معنوي لبعض المنظمات والجهات الإنسانية التي قدمت المعونة للنازحين. لقناة الفلوجة عبيد الشريف.